وسؤال آخر، هل يجوز ذكر الله وتلاوة القرآن الكريم في الحمام؟ هذا سؤال. في الحمام يكره ذكر الله في الحمام، وإذا أردت الدخول تقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وإذا خرجت تقول غفرانك. وفي أوقات أخرى والأماكن شعت بحمد الله لذكر الله عز وجل، عندك أوقات كثيرة وعندك أماكن كثيرة للحمام تتسع لذكر الله وقراءته. أما إذا دخلت الحمام تقول أعوذ بالله عند الدخول أعوذ بالله من الخبث والخبائث، ثم تقضي حاجتك وأنت ساكت أو مفكر في طاعة الله، مفكر ما ينفعك. التفكير لا يضر، تفكيره في قلبك وأنت في حاجة لا 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 مانع منه. والتفكير بالقلب ذكر نوع من الذكر، يفكر في قلبه فيما يجب عليه، فيما سمع من الفائدة، فيما سمع من الضرر، يفكر في قلبه ويتدبر وينظر ماذا حفظ، ماذا حصل من الخير، هذا ذكر عظيم في القلب وأنت في حمامك. أما اللسان لا، اللسان أو لا ترك ذلك حتى تحصل. فعند الدخول تقول أعوذ بالله بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وعند الدخول تقول غفرانك كما جاء في الأحاديث، وفي داخل الحمام تسكت وتفكر بقلبك فيما ينفع.